بملامح رقيقة وبريئة ومميزة، استطاعت نسرين أن تخطف الأنظار إليها منذ طلتها الأولى على الشاشة بأداء متميز بسيط وروح مرحة لا يختلف عليها أحد. ورغم قلة رصيدها الفني ومشوارها القصير في هذا المجال، قدمت نسرين عددا من الأعمال الفنية التي كانت علامة في تاريخ السينما والدراما المصرية، والتي خلدت اسمها كواحدة من فنانات الثمانينيات. ولدت الممثلة المصرية المعتزلة نسرين في عام 1960، تخرجت من معهد الكونسرفتوار وتزوجت في سن صغيرة من الملحن محمد ضياء الذي شاركت معه في طفولتها في أغنية البالونة، إلى أن يشاء القدر ويجمعهما بعد ذلك زوجين في شبابها. بدأت مشوارها الفني في سن صغيرة، لكنها صاحبة مشوار فني قصير مقارنة بالعشرين عاما التي قضتهم في الوسط الفني. اعتزلت التمثيل في عام 1991، وذلك بعد أن أعلن زوجها الممثل محسن محي الدين اعتزاله. ارتدت الحجاب، وذلك بعد مشوار امتد حوالي 20 عاما قدمت خلاله عدد من الأفلام السينمائية. كانت مشاركتها التلفزيونية ذات البصمة الأبرز في مشوارها الفني، حيث قدمت مجموعة من المسلسلات أهمها الشهد والدموع، عابر سبيل، المشربية، رحلة السيد أبو العلاء البشري، صيام صيام، أصابع الزمن، على أبواب المدينة، سبع صنايع، أمس عفجتكم، فوازير جدو وعبدو. تزوجت من الممثل محسن محي الدين واشتركا معا في كتابة فيلم شباب على كف عفريت. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.